مشاهدي قناة النهار، يوم جديد، يوم سعيد على حضراتكم. أهلا بحضراتكم في برنامجكم، برنامج إزاي الصح. علشان دايما بندور على صحتكم ودايما بندور على إن احنا نحافظ على صحتنا من المرض، عشان كده في حكمة بتقول العقل السليم في الجسم السليم. وعلشان مرض العصر هو السمنة، فحابب أكلمكم النهاردة عنه. ولكن في الأول أحب أرحب بالقامة العلمية اللي موجودة معايا، وهو صديق عزيز ليا جدا، هو الأستاذ الدكتور بهاء الدين علي، استشاري المناظير والسمنة واستشاري البالون. صباح الخير. صباح النور يا دكتور محمد. إزاي الصح؟ كله زي الفل. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. طبعا زي ما أنا قلت كده، مرض العصر هو السمنة. بس امتى نقول احنا عندنا سمنه، او امتى نقول احنا عندنا زياده في الوزن؟ طبعا يعني كلمه السمنه هي مفهوم واسع، فالاطباء حطوا مفهوم يعني عن طريق ارقام، حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم او البيزل ميتابوليك اندكس بي ام اي. دي طريقه سهله احنا كلنا ممكن نحسبها في البيت، حاجه بنشوف الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. يعني لو هناخد مثل، لو حد مثلا وزنه 160 كيلو، فبنقسم 160 على لو هو طوله مثلا مترين، نضرب 2 في نفس الرقم، 2 في 2 يبقى 4، يبقى 160 على 4 يبقى هيطلع الرقم 40. ده بيدين الرقم الاناليسز او نحلل الرقم بتاعنا اللي احنا كلنا المفروض نبقى تحت مؤشر كتله جسم 25. من 25 ل 30 يبقى دي بدايات سمنه، من 30 ل 35 سمنه مرضيه، من 35 ل 40 سمنه مفرطه. فاي حد فوق الرقم 30 ده نقدر نقول عليه انه عنده سمنه، ودي الارقام اللي اتفقت عليها كل الجمعيات العالميه الخاصه بالسمنه والنحاف. طيب وصلنا لمرحله انا عرفت ان انا عندي فيه زياده في الوزن او عندي سمنه، ايه المفروض ان انا اعمله؟ اول خطوه، هل اروح انزل نظام دايت من على النت وابتدي اشتغل عليه، ولا اروح اشتري دواء من على النت واجيبه واخده؟ ما هو برضو احنا بص في المقام الاول لينا توجه ان احنا نحط المريض على اول خطوه، هيعمل ايه؟ كويس قوي، يعني سؤال حلو قوي يا دكتور محمد. مع الاسف احنا سوق السمنه بقى يعني حاجه ضخمه جدا. بمنتهى البساطة أنا يعني حدي مثل، مين اللي مفروض يخس؟ اللي مفروض يخس زي ما قلت لحضرتك اللي هو فوق الـ30. لكن لو الرقم طلع 28 وحد عنده ضغط أو سكر أو عنده مشاكل في القلب، دول أكثر عرضة إن هما لازم الوزن ينزل، لأن هما الأرقام العالية تمثل تهدد الحياة. أول حاجة لو الرقم فوق الـ 28 لمريض الضغط أو السكر، ده لازم ياخد إجراء إنه ينزل الوزن. بنبدأ بأدوية التخسيس البسيطة جدا المعتمدة، لأن مع الأسف بقت فيه كمية أدوية. لا أنا عايز الحتة دي كويس قوي. أيوه، أنهي أدوية؟ أيوة. الحتة دي مهمة. دي مشكلة على فكرة، الحتة دي هو ده سؤالي الأساسي. أيوه الحتة دي اللي مهمة عندي. يعني أول حاجة أنا بنصح يعني كل المشاهدين، أرجوكم بلاش ناخد أدوية مجهولة الهوية، بلاش ناخد أدوية مجهولة المصدر. الأدوية المعتمدة عالميا حاليا لإنزال السمنة هم 4 أدوية فقط في العالم، اللي هم أبروفت من الـ FDA اللي هي الفود أند دراج أسوسيشن. دي أعلى جهة في العالم أمريكية بتعتمد كل ما يتعلق بصحة ودواء وغذاء الإنسان، ما بتعتمدش أدوية بسهولة. هم 4 أدوية. أول دواء اسمه GLP-1 Agonist، أنا بقول الاسم العلمي طبعا مش الاسم التجاري، تعبر عن حقن بتتاخد تحت الجلد، دي بتنزل الكتلة العضلية من 5 ل 10%. تاني دواء حاجة اسمها الفنتامين برودكت، فنتامين توبيرميت، الاسم بتاعه من لسه ما نزلش مصر، اسمه كسمية ما نزلش مصر. ده بيشتغل على المخ انه بينزل الشهيه وبيزود الحرق. ثالث دواء الاورليستات اللي هي البنكرياتيك لايبيز انهيبيتور، ده بيقلل امتصاص الدهون من الامعاء
وده دواء معتمد وموجود في مصر وموجود في الاجزخانات. ورابع دواء اللي هو الاوف ليبل اللي بيجيب نتائج كويسه قوي، الماده اسمها الميتفورمين، دي بتزود الحرق جدا جدا وامان على الجسم. كل دواء فيهم الطبيب بينقي الدواء المناسب للمريض. ولو سمحتوا بلاش، لو انت مع الاسف بقت في بعض المراكز الحمد لله وزاره الصحه بتهاجمها دلوقتي، اللي بتفتح تحت السلم وتبيع ادويه مجهوله الهويه. انا فيها يعني مريض جالي وكان فوجئت انه عنده اضطراب في الغده الدرقيه، لما خدت التاريخ المرضي اكتشفت انه بياخد دواء من مركز تخسيس تحت السلم في ماده الالتروكسين. الالتروكسين ده دواء غده هيخس، والعنجة خس جدا ولكن بادويه بتخسس ولخبطت كميه الجسم. فارجوكم ما ناخدش دواء من عند المركز، اللي عايز يشتري دواء زخانه، ده المكان بتاعه بوصف الطبيب، بوصف الطبيب حضرتك مش بوصف اي حد، لان بوصف الطبيب صحيح. لا يعني اصل الموضوع ده مهم جدا صحيح. قلنا قبل كده يا جماعه بعد اذن حضراتكم، حضرتك هتلجأ للدكتور، الدكتور هيبتدي ان هو ياخد التاريخ الماضي زي ما الدكتور بهاء بيقول انا خدت التاريخ الماضي للحاله، يبتدي يشوف الوضع بالنسبه لك ايه انسب علاج ليك، ايه انسب طريقه ليك. تمام، ده مهم جدا بالنسبه لنا، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين امتى الدكتور هيكتب لي، وهيكتب لي بناء على ايه، لان الموضوع بيبقى فيه تحاليل وفيه فحوصات، ما هوش مش حاجه من على الوش كده، مش ان انا اشوف او انزل الصيدليه هاخد العلاج ده عشان اخس. ده مهم جدا بالنسبه لنا، ولازم جدا نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. الدكتور بهاء مستمر معانا علشان خاطر ان هو يقول لنا احنا هنخس ازاي، ولكن خلوني اطلع فاصل الاول، بعد كده نرجع تاني نكمل الكلام ده مع الدكتور بهاء على ازاي ننزل في الوزن بتاعنا. نطلع الفاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومستمر الحديث مع الدكتور بهاء علي الدين استشاري المناظير والسمنه والبلوره. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، اي ادويه هتتاخد للتخسيس لازم تكون تحت اشراف طبي. هفضل اكد كل مره الاشراف الطبي في العلاج اهم حاجه عندنا. طيب هرجع للدكتور بهاء. دكتور بهاء، لو دلوقتي انا خدت ادويه تخسيس بعد ما بقت الدكتور كان عامل لي التحاليل وما قدرتش انزل في الوزن، وانا طبيعه عملي او طبيعه ظروفي مش عارف امشي على نظام غذائي بشكل كافي، ايه الحلول؟ هعمل ايه؟ هايل، زي ما قلت دكتور محمد، الادويه في معظمها بتنجح في 40-50% من الحالات، انها بتنزل من 3-10% من مؤشر الجسم. يعني لو واحد وزنه مثلا 120 ينزل 12 ل 15 كيلو. في بعض الناس تبقى الارقام دي مش كافيه ان هو يحسن من الحاله المرضيه الخاصه بيه. بنطلب اكتر من كده كاطباء بطنه او اطباء قلب، ان لازم الوزن ينزل اكتر من كده. الدنيا ما تسابتش مفتوحه. برضو انا هاكد على جزئيه مهمه جدا، لازم اي حد هياخد اجراء طبي يعني زي عمليات او مناظير عشان وزنه ينزل، مفيش اجراء طبي دايم. يعني كل عمليات السمنه بالكامل، بالون المعده، كل الحاجات دي ممكن الوزن يرجع بعد اجراءها، ما عدا اجراء طبي واحد اللي هو عمليات الباي باس، تحويل المسار. والكلام ده الجمله دي مهمه جدا، عشان وانا بشرح البروسيدجرز او العمليات اللي احنا ممكن نعملها هقول كل يعني واحده منهم يعني مزاياها والعيوب الخاصه بيها. لو لقينا الكتله العضليه من 28 لغايه 35، اللي هي تقريبا ان الوزن بيلعب من 90 لغايه 130-135 كيلو، ده هيبقى افضل اجراء طبي احنا هنعمله هو بالون المعده. بالون المعده هو عباره عن منظار بيتعمل داخل مركز المناظير في حوالي 10 دقائق بدون اي تدخل جراحي، بدون نزيف، بدون نقطه دم واحده، منظار عن طريق الفم. بندخل وبندخل، عباره عن بالون ابروفد معتمد من الاف دي اي، بينزل جوه المعده وبيتملى محلول ازرق لونه اسمه ميثايلين بلو، بيملى المعده. الفكره بمنتهى البساطه في بالون المعده ان هو بيشتغل باثنين ميكانيزم. اول ميكانيزم ان هو طول ما هو مملي بيضغط على الجدار بتاع المعده فبيطلع هرمون الجاسترين. هرمون الجاسترين ده بيزود الحرق جدا جدا،
الميكانيزم التاني انه بيملى المعده، فده بينفع جدا مع الناس اللي بتاكل اكل يعني بالليل او عندها شراهه او حب للاكل، لانه لو كل اكتر من النسبه يعني الطبيعيه هيرجع. فده بينفع جدا الاجراء الخاص بيه لو تركب مظبوط وتركب في يعني واتملت بالحجم المناسب. الميزه فيها زي ما انا قلت ان هو اجراء مش عنيف بتعمل، والعيان يعرف يروح شغله تاني يوم، وده حاجه يعني سهله جدا. نيجي بس للمشاكل بتاعته. حد عنده التهابات معده او قرح معده يفضل ان هو يعالجها قبل ما يعمل المنظار. ده ممكن يركب لاي حد، وخصوصا انا بركز على الجزئيه دي، الستات السيدات اللي بعد الولاده والوزن بتاعهم بيزيد جدا. لو احنا عملنا البالون في اول 6 شهور بعد الولاده بيجيب نتائج رائعه جدا، والسيده ترجع تاني للوزن المثالي بتاعها. وفي نفس الوقت هيخلي الامور، هيقلل عدد الخلايا الدهنيه في بعد الولاده. تقريبا في صوره معانا صح؟ في صوره معانا، حد معانا يعني ده اخر هتبقى حد بتشرح بشكل كبير قوي بالظبط نشوف فيها. بس انا بس كنت عايز اكد على نقطه وحضرتك بتتكلم. حضرتك قلت ده مؤشر كتله الجسم. ده مؤشر كتله الجسم، ده بيشرح الـ 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 مين يعمل البالون ومين ياخد ادويه. يعني 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 برضو لازم نبقى مأكدين دايما يا جماعه ان ما بيبقاش في حاجه متسابه مفتوحه، لا، كل حاله ليها وضعها. الحاله دي هتحتاج تاخد نظام غذائي، الحاله دي لا، الحاله دي هتاخد علاج، الحاله دي انا محتاج ان انا اعمل لها اجراء طبي. انا باكد اجراء طبي. لو بنركز في كلام الدكتور بهاء لما بيجي يتكلم يقول لك ده واخد FDA approved، ده يعني لازم تكون بتشتغل بقاعده علميه. ده اللي دايما بناكده، ما ينفعش اشتغل كده، لا مش هشتغل بره الكتاب، انا هشتغل على اساس علمي. لما تبقى الحاله محتاجه الاجراء الطبي هعمله. حضرتك قلت ان احنا هنحط البالون ولازم يكون بيتملي بالحجم المظبوط صح؟ بالظبط بالظبط. كلمة الحجم المظبوط ديت هل بتفرق من عيان للتاني؟ بالظبط بالظبط. أول حاجة احنا بنعمل المنظار بنشوف الحجم بتاع المعدة، لازم يركب في مكان مظبوط، ولازم تتملى الطبيعي إن احنا بنملاها من أول 500 لغاية 700 سنتي على حسب حجم المعدة. الإجراء ده بيتعمل للإكستريمتيز أوف إيج، يعني ممكن نعمله من أول سن 15 سنة أو 16 سنة لغاية 90 سنة. إجراء طبي مفتوح وسهل جدا، ما فيهوش أي مشاكل. بالعكس السيدات الكبار في السن اللي بيعانوا من مشاكل الظهر والعمود الفقري والمفاصل، ودكاترة العظم غلبوا معاهم عشان خاطر المفاصل لازم فيها مشكلة، لازم ينزل في الوزن. ليه؟ هم عندهم مشكلة كبيرة في الحرق. بالون المعدة يعني هيبقى يعني أنا بسميه السحر، اللي ممكن هينزل على الأقل 20-30 كيلو من الوزن بتاعها، هيخف على المفصل. فده إجراء طبي سهل وآمن، يتعامل مع الأطفال الصغيرين اللي عندهم مشاكل خاصة بالسكر، مشاكل سمنة مفرطة، مشاكل في القلب، مع السيدات الحوامل، مع حتى إيفن الرجال اللي محتاجين إن وزنهم ينزل عشان خاطر يؤدوا عملهم بشكل كويس، ومع السيدات أو الناس كبار السن اللي بيعانوا من مشاكل في العظام. فده إجراء واسع المفعول، وفي نفس الوقت ملوش أي أعراض جانبية غير في أول 3-4 أيام شوية ترجيع ومل القيء، وإحنا نتغلب عليهم بأدوية بسيطة والأمور بتعدي بسلام. طيب أنا بس حابب إن أنا أشرح للناس، لو أنا هعمل إجراء طبي زي البالون هتحضر إزاي قبلها؟ محتاج وقت كبير قبلها ولا لأ؟ وبعدها هعمل إيه؟ وهل البالون ده هحطه واسيبه بقى خلاص هو هيدوب ولا ايه؟ ده كلام يعني عملي. كل التحضير اللي احنا بنحتاجه، اول حاجه اطمن ان العيان ما عندوش قرحه في المعده. لو العيان عمل عمليات في المعده فالبالون مش هينفع له، فده لازم استبعده. بطمن بس مجرد ان الضغط والسكر مظبوطين، ولازم اهم حاجه قبل ما نركب البالون نطمن ان مفيش خلل هرموني. يعني عشان كده انا دكتور محمد يعني لما بياكد ان لازم نروح لطبيب، بعض الناس بيبقى عندهم زياده في او لخبطه في هرمون التي اس اتش اللي في المخ، ونقص حاد في هرمون الغده الدرقيه، ده بيعمل سمنه. فلازم نطمن على الغده الدرقيه والسكر قبل ما نعمل البالون، لان لو هم دول السبب يبقى مفيش داعي للبالون، هنظبط الهرمون العيان هيتظبط، ما ناخدش
اجراء طبي ممكن ما نبقاش محتاجين له يعني الوقت ممكن قبلها بيوم او بيومين، وبياخد حقن قبل ما نركب البالون عشان يخلي المعده تستقبل البالون بشكل طيب. بنعمل البالون في اقل من 10 دقائق ويعرف ينزل شغله ممكن تاني يوم من غير اي مشاكل ومن غير اي يعني مضاعفات. ويفضل البالون موجود عنده قد ايه؟ الانواع كتير قوي موجوده حاليا في الماركت كلها FDA approved. بتتراوح الفتره الزمنيه من 6 شهور لغايه سنه. سنه طبعا سنه بيجيب يعني النتائج الرائعه جدا. العين هيبدا يشوفها من اول شهرين، من اول شهر كمان بينزل اقل حاجه 10 15 كيلو، بعدين النزول بيبقى في المعدل من 8 ل 10 كيلو في الشهر، ممكن معانا لغايه سنه، واجراء طبي يعني رائع جدا. لو قلنا ان البالون مثلا في اول 6 شهور تقريبا هنزل كام كيلو، وبعد 6 شهور هنزل كام كيلو، والسنة هنزل كام كيلو، وهل النزول هيبقى كل واحد يعني انا مثلا هنزل في اول شهرين زي ما حضرتك قلت 10 كيلو تقريبا، بعد 6 شهور هل مثلا هيبقوا 60 كيلو مثلا؟ يعني هي دي برضه بتبقى لازم العيان يبقى شايفها كويس قوي. دكتور محمد عشان طبيب فبيخش في التفاصيل تفاصيل التفاصيل. طيب هو طبعا اعلى نزول بيكون في اول 3 شهور، احنا بنوصل لتقريبا 60 او 70% من النزول اللي احنا عايزين نوصله، يعني لو هننزل مثلا على البالون 40 كيلو في اول 3 شهور بيبقى حوالي 22 23 كيلو. تمام. وبعد كده بيبقى في الشهر مثلا 6 7 كيلو شهريا، بعد الشهر تقريبا بنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها، ده في 80 او 90% من الحالات. بعض الحالات اللي بيبقى الحرق عندها ضعيف بندي الادويه اللي انا قلتها في الاول كومبايند مع البالون، وبيجيب نتائج ممتازه جدا. والميزه الرائعه في البالون انا بعد لما بنزل الوزن اللي انا عايزه ممكن ميجيل بعد العيان بعد شهرين يقول لي طب دكتور خلاص انا كده وزني حلو، انا عايز مش عايز انزل تاني. دي الميزه الرائعه اللي في البالون، انا هخش اشيلها له. تمام. ودي مش موجوده بقى في الاجراءات الطبيه التانية اللي انا هتكلم عليها يعني بسرعه. الناس بقى اللي وزنهم فوق البي ام اي بتاعهم فوق، هو انا بس اعتقد ان في صوره معانا لحاله قبل وبعد. ده يعني عشان نشوف هو تقريبا نزل وزن قد ايه. احد المرضى كان عنده حوالي 37 سنه وكان وزنه حوالي 104 كيلو، وشلناها له بعد 5 شهور وهو 77. ده حاله من يعني من حالات كتيره، يعني انا متهيألي الفرق واضح قوي. بالظبط. حتى يعني 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 والوقفه بتاعته مختلفه. طبعًا. هو كان واقف بيحاول ان هو يلم الدفوهات في جسمه. بالزبط. دلوقتي هو واقف كان عنده مشاكل في العمود الفقري، وعلى فكره ده مهم جدا. بالزبط. انت واقف فرحان بنفسك. صحيح صحيح. يعني الاجراء الطبي لما يبقى سليم يا جماعه بيبقى واضح جدا. والكلام بتاعنا انا مش هعمل الاجراء الطبي وبس، لا ده في من كلام الدكتور بهاء ان انا كمان هبتدي اتابع بشكل مستمر، في عندي متابعه، هفضل لا ده انا محتاج ان انا هنزل، لا ده انا في التوقيت دوت هبتدي خلاص. انا يعني ده بيبقى حوار ما بين الدكتور ما بين المريض، انا دلوقتي مكتفي بالشكل دوت، لا انا محتاج ان انا اشيل البالون. فعلى حسب الوزن اللي بنبقى عايزينه وعلى حسب الحاله الصحيه برضه ممكن يبقى الاجراء الطبي مش لوحده، لا ممكن ابقى احتاج معاه ادويه. صحيح. فده مهم جدا بالنسبه لي، زي ما بقول دايما المتابعه مع الدكتور شيء مهم جدا. وعلى فكره الدكتور بهاء النهارده لفته ظريفه جدا، يعني هو جاي محضر مفاجاه انا هسيبه هو يقولها فمعلش يعني عشان اصل بص مشاهدين ازاي الصحه عزاز عليا. هو يعني دكتور محمد قبل ما نطلع برنامج قال احنا عايزين هديه لمشاهدي البرنامج، فطبعا يعني طلبوا يعني قريب لقلبي. احنا بمناسبه ان احنا بقالنا 10 سنين بنركب بالونات، فاول 10 حالات هيتصلوا على هيبعتوا على الواتساب بالبرومو كود اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي، هيبقى لهم خصم 50% على البالون. و بس تكتبوا ازاي الصح. البرومو كود ازاي الصح. ويمكن تعقيب اخير ان البالون ناس كتير بتقول بعد ما بتشال ساعات الوزن بيزيد، الكلام اللي قاله دكتور محمد اللي هي المتابعه ان احنا بعد ما بنشيل البالون بندي ادويه بسيطه ما لائقه للمعده تدي نفس الاحساس ان البالون موجود فالوزن ما بيرجعش، وهو ده المتابعه اهم شيء في اي اجراء طبي، لان حتى الاجراءات الطبيه العنيفه زي تدبيس المعده او تحويل المسار لو احنا ما اهتمناش بالانظمه الغذائيه العيان بيرجع وزنه يزيد، والكلام ده مكتوب في الكتب. بعد تدبيس المعدة حالات كتيرة بعد 5 سنين بيرجع زي الأول. لازم دايما نفهم العيان، عشان كده بقول دايما لازم تلجأ للدكتور الصح،
دكتور بهاء شرفتني وبسعد بحضرتك جدا، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى نتكلم في مواضيع اخرى ليها علاقه بالسمنه والبالون، وليها لقاءات اخرى ان شاء الله باستخدام المنظار. هنطلع فاصل ونرجع تاني اكمل معاكم في ازاي الصح. خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اتكلمنا في الفقرة الأولى على الزيادة في الوزن. نزيد في الوزن، ننزل في الوزن، جلدنا بيتأثر. وللأسف فعلاً أول خط عندي بيشوف التأثر بتاع زيادة الوزن أو إن أنا أنزل في الوزن هو الجلد. يعني على سبيل المثال لو أنا زدت في الوزن هنبتدي نلاقي فيه كتير قوي اللي هي خطوط التفتيحات بتاعة الجسم، ودي اللي ممكن يشوفها أكتر الناس اللي زادت في الوزن قوي أو حتى الحوامل بيشوفوا الموضوع ده. بالإضافة لكده إن أنا لما هبتدي أنزل في الوزن نتيجة النزول في الوزن لو أنا ما بتبعش نظام غذائي سليم، ما بمشيش بإشراف طبي سليم، خلوني أأكد معاكم دايما إن الإشراف الطبي لأي إجراء أنا بعمله مهم جدا عشان صحتنا. عشان كده لو انا ابتديت انزل في الوزن انا جلدي هيتاثر بشكل كبير قوي. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا بيقل عندي ان انا اخد كميه الفيتامينز اللي انا محتاجها، وده هياثر عندي بشكل كبير قوي على جلدنا. نتيجه ان انا يقل الفيتامينز ويقل عندي المعادن بتاعتنا ممكن يتاثر الجلد بشكل كبير قوي. فلو اتكلمنا على سبيل المثال على الوش، وشنا من اكتر الحاجات اللي بتتأثر حتى لما تبتدي تنزل في الوزن. يقول لك اول حاجه بتنزل عندك وشك، اول ما بيبان عليك انك انت ابتديت تخس هو الوش. طيب الوش لما بيجي يتأثر دوت ايه التأثيرات اللي ممكن اشوفها؟ اول حاجه ممكن الاقي عندي البهتان او الشحوب بتاع الوش، تلاقيه ابتدى ينطفي كده، ما فيهوش النضاره، ما فيهوش الحيويه بتاعته. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا بيبتدي يتأثر عندي توزيع الدهون اللي موجود في الوش. توزيع الدهون اللي موجود عندي في الوش بيبتدي يتأثر بشكل كبير قوي في ان انا انزل الوزن اللي انا عايزه او بنزل بسرعة، فده فايق قوي. هلاقي في عندي توزيع الدهون اللي موجود عندي في وشي ده بيتأثر بشكل كبير قوي. يبقى انا عندي مثلا في مناطق فيها دهون زي فوق الحاجب وفي الجنب هنا وعند الخدود زي ما انتوا شايفين كده، في عندنا توزيع للدهون بشكل واضح. هتبتدي التوزيع بتاعت الدهون دوت لما ببتدي اقل انزل في وزني بتبتدي تقل معايا شويه بشويه شويه بشويه، هتقل هتقل هتقل. ده مش كده وبس، ده ان انا كمان لما بنزل في الوزن ممكن يحصل فقد لبعض الاماكن زي الخدود مثلا، ممكن تفقد الدهون بتاعتها او يحصل تهدل. تهدل دوت ان انا هلاقي عندي الدهون اللي فوق لو نزلت بشكل مفاجئ بدون ما اتبع الاجراء الطبي السليم او بدون ما اخد المالتي فيتامينز او العلاجات المصاحبه للاجراء الطبي دوت، هبتدي يحصل تهدل، الاقي الخدود عندي تبتدي تنزل. مشاكل كتير ممكن تواجهنا واحنا بننزل في الوزن وتاثر على جمالنا وتاثر على شكلنا ويبان عندنا تجاعيد. طيب المشاكل ديت هل احنا ده لما ابتدي ننزل في الوزن هنلاقي فيه عندنا زي ما انتم شايفين ده في مثلث الوجه، الطبيعي ان راس المثلث تبقى لتحت لما يبقى الجلد عندي حيوي، لما يبتدي يحصل سقوط او تهدل المثلث ده بيتعكس يبقى عندي التهدل لتحت شويه فيبتدي يظهر عندي التجاعيد هنا. انا بقى عشان اتغلب على الموضوع دوت، والله لو حصل عندي فقد للدهون او فقد في المنطقه ديت بقدر ان انا اعمل لها عمليه ملء، اقدر املاها عن طريق حقن الفلة. لو ابتدت تظهر عندي التجاعيد اقدر ان انا اتدخل باي اجراء طبي من الاجراءات المعترف بيها، زي لو كان التهدل او التجاعيد ديت بسيطه شويه ممكن جلسات الار اف راديو فريكوانسي او جلسات الهايفو زي ما شرحناها قبل كده، او لو كان الموضوع محتاج اكتر شويه ممكن ان احنا نعمل شد للوجه او شد للجلد عن طريق الخيوط. لكن الأهم من إن احنا نوصل للنقطة دي إن احنا نبتدي نمنع الوصول للنقطة دي. عشان أمنع الوصول للنقطة دي يبقى أنا في عندي جلسات أو إجراءات
تبتدي ان هي تخليني من اول يوم احافظ على بشرتي، احافظ على نضارتها، احافظ على جمالها. علشان كده في اجراءات كتير ممكن نعملها، وزي ما بيقولوا كده الوقايه خير من العلاج. احسن ما ابتدي اوصل لمرحله ان انا املى او اشد ان انا احافظ على النضاره والحيويه. فمن الاجراءات اللي ممكن نحن نعملها ممكن نعمل جلسات التقشير، ودي برضو بتديني نضاره بشكل كبير قوي. ممكن ان احنا نعمل جلسات ريدي فريكوانسي لتنشيط ونضاره الوجه. ممكن ان احنا نعمل حقن عن طريق بعض الفيتامينز للوجه اللي بنسميه الميزوثيرابي، او ممكن ان احنا نستخدم تقنيه الحقن الدقيقه. وما تخافش، مش عشان قلت حقن دقيقه فده معناها ان هيبقى الموضوع مؤلم، لا خالص. فكره الحقن الدقيقه ديت ان احنا بنشتغل بمبدا هناخد سنون رفيعه قوي وهنبتدي ننشط بيها طبقه الكولاجين. لما هبتدي انشط بالسنون الرفيعه ديت هيبتدي اخلي طبقه الكولاجين تتحسن معايا، ويبتدي عندي الدوره الدمويه في الوجه تزيد، وفي نفس الوقت اقدر ان انا استغلها في اكتر من اجراء. اول تقنيه ممكن اشتغل بيها وهي الدرمابن. الدرمابن هو جهاز كهربي بسيط خالص. الجهاز دوت بيتركب عليه سنون، السن بتاعه او الهيد بتاعته ديت بيبقى فيها مجموعه سنون صغيره قوي. مجموعه السنون الصغيره قوي دي بتعمل ايه؟ بتخش تعمل بحركه فايبريت، تخش تخبط لجوه فتعمل تنشط طبقه الكولاجين. في نفس الوقت بتفتح لي زي قنوات صغيره، اقدر ان انا استغل الفكره ديت في ان انا احط المواد المصاحبه بشكل كبير قوي معايا، زي الفيتامينز، زي مواد الهيالورونيك اسيد، زي المواد اللي هي بتنشط عندي وبتجدد الخلايا بتاعتي. فعندي الدرمابين من له استخدامات متعدده. الاستخدامات بتاعه الدرمابين ديت هلاقيها بشكل كبير قوي. انا كمان مش هستخدمه بس ده كمان عشان النضاره، لا ده انا ممكن استخدمه في علاج اثار حب الشباب، ممكن استخدمه في علاج حب الشباب ذات نفسه، ممكن استخدمه علشان اعالج الجروح وعلشان انشط البشره. تاني حاجه ممكن نستخدمها وهو الدرمارولا. الدرمارولا هو جهاز مانيوال، هو نفس فكره الدرمابن ولكن بيبقى الجهاز دوت مانيوال. انا يمكن معايا الجهاز هنا وحابب ان انا اوريه لكم. الجهاز بيبقى مانيوال، بيبقى فيه برضه فكره السنون، يمكن الكاميرا لو هتوضحها. هو ده بيبقى جهاز شخصي، وبيبقى الجهاز دوت بنستخدمه في البيت. هنا هتلاقي ديت زي بقرة فيها سنون كتير قوي، يمكن تقريبا حوالي 520 سن. هي على فكرة مش مؤلمة، ولكن بتفرق في المقاسات بتاعتها. يمكن الكاميرا موضحاها كده اهو. الفكرة في الجهاز ده بيستخدم في البيت، نقدر ان احنا نستخدمه في البيت، لكن مش بيبقى جهاز بروفيشنال. طب ليه؟ لان انا عندي في توزيعه كده في الوش اقدر اشتغل بيها اماكن معينه، اقدر اشتغل بيها بسنون معينه او بدرجات وعمق معين. يعني انا مثلا عندي الجبهه اشتغل فيها بالعمق، لو هشتغل بالدم بين يبقى العمق بيبقى من ربع لنص سم. لكن لو عندي العمق هيبقى مثلا في الخد هيبقى العمق من نص لواحد سنتي او لواحد ملي. لو حوالين الشفايف او عند العين بيبقى العمق من ربع النص. ده اقدر اتحكم فيه بجهاز. ده الاستخدامات بتاعة جهاز الدرمابين. نقدر نشتغل بيه في اماكن كتير قوي. الدرمابين بقدر اعالج بيه الخطوط الرفيعة، اعالج بيه حب الشباب، واعالج بيه اثار حب الشباب، واعمل بيه النضارة اللي انا عايزها. لكن ده بيختلف بقى من مكان او لاجراء لاخر عن طريق العمق. والعمق ده بقدر ان انا اتحكم فيه، لان انا الجهاز ببتدي اختار العمق. انا عايز عمق نص، يبقى هبتدي ازوده للعمق بتاع النص. عايز عمق ربع، اقلل للعمق الربع. بيفرق عندي قوي؟ بيفرق الاجراء الطبي على حسب المكان اللي هعمله، على حسب العمق اللي انا هشتغل بيه، وده مهم جدا. عشان كده الاجراء دوت لازم بيتم في مكان طبي، لازم دكتور هو اللي هيعمله. اما الدرمارولا زي ما وريتكم، لا دي بيبقى مقاسات ثابته، ده مقاس نص، ده مقاس واحد. دي بنعمل بيها نضاره
احنا بنفسنا، وبيكون الدكتور هو اللي بيوجهك، بيقول لك حضرتك هتشتغلي بالجهاز الاتجاهات بتاعته ازاي، وتقدري انك انت تعملي بيها من غير ما تسببي مشكله عندك. يمكن احنا دلوقتي انا زي ما بوعدكم دايما ان في كل حلقه اي اجراء طبي هتكلم عليه لازم اكون شرحه بفيديو، لازم يكون حاله لايف. معانا فيديو دلوقتي هعرضه لكم واوريكم الاجراء الطبي هيكون ازاي. نشوف الفيديو كده مع بعض. زي ما بنوعدكم دايما جلسات لايف، احنا عندنا كل حاجة لايف. النهاردة هنوريكم جلسة للنضارة، جلسة لطيفة جدا باستخدام جهاز الدرمابت. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز دوت، وطبعا بيبقى جهاز معدن، احنا بنبقى مغلفينه علشان التغليفة ديت بتتغير ما بين مريض والتاني عشان ما يحصلش فيه مشكلة. الجهاز دوت بيركب عليه سن اسمه سن الدرمابت، سن بيجي ديسبوزابل، يعني بيتغير من عيان للتاني، لازم يكون سن ديسبوزابل. احنا بنفتح السن وبنركبه على الجهاز، بقدر اتحكم فيه في الدبس زي ما شرحت لكم قبل كده. اقدر اتحكم انا هاخد دبس قد ايه، اذا كان هيبقى نص سنتي او هيبقى 1 سنتي، على حسب المنطقه اللي انا هشتغل فيها. اول ما ابتدي اشغل الجهاز بنبتدي نلاقي زي ما انتوا سامعين كده صوت الفايبريشن دوت، لان السن بيبتدي يطلع ويدخل يطلع ويدخل. تمام؟ طبعا احنا قبل ما نبتدي نشتغل لازم نكون متاكدين تماما ان احنا نظفنا المكان اللي احنا هنشتغل فيه، علشان زي ما قلت قبل كده ما ينفعش ان المريض يدخل يعمل اجراء طبي ويطلع بمشكله ثانيه. فاول خطوه انا هعملها ان انا اتاكد ان انا نظف الوش كله بالشكل اللازم علشان ما يبقاش فيه اي حاجه موجوده على الوش. انا طبعا بقدر وانا بستخدم الدرمابين، انا النهارده هحط مواد علشان تنشط البشره، في نفس الوقت احط لها مواد لتفتيح البشره. الجلسه بتبقى لطيفه جدا ما بتاخدش وقت، في نفس التوقيت هي ما دام بنعمل جلسه ريجينيشن بالدرمابين بيبقى عندنا الموضوع بسيط خالص. انا هبتدي احضر الكوكتيل اللي انا هشتغل بيه على حسب كل حاله، على حسب الكوكتيل اللي هنشتغل بيه. يعني مثلا امبولات للتفتيح هاخد منها شويه حوالي 3 من 10 علشان خاطر ان انا افتح لها بعض البقع الدكاره اللي موجوده عندها. في عندي امبول علشان الشد بتاع البشره، ده بيبقى محتوي على مادة الهيالورونيك اسيد ومحتوي على المالتي فيتامينز اللي هتساعدني كتير في ان انا اشد البشرة، عشان كده هاخد 7 من 10. انا هكمل تقييم الحقنة اللي هي 1 سنتي ده. طبعا الحقنة ديت علشان تسهلي الاستخدام، لكن انا مش هحقن حاجة فعليا في وشها. انا هبتدي اشتغل بالدرمابين. الدرمابين هيبتدي ينشط لي البشرة عندي وبينشط طبقة الكولاجين زي ما قلنا قبل كده. انا طبعا قلت لكم ان احنا في عندنا في كل منطقه هنبتدي نحدد الدبس بتاعها، هتلاقوني في كل منطقه بغير الدبس بتاع الجهاز علشان من هنا طبقه الدهون اقل من الخد، فلازم طبعا يبقى انا عندي هنا الدبس هيكون اقل. على حسب انا محتاج ايه، يعني انا محتاج ادخل في سكار او في جرح هبقى محتاج سرعات اعلى، لو محتاج ريجوفينيشن يبقى سرعه متوسطه. نبتدي نمشي من جوه لبره بمنتهى البساطه، هنلاقي فيها هيبتدي يظهر معانا رسيمه او حمار خفيف، وده مطلوب لتنشيط البشره. انا بعمل التنشيط بالدرمابين وبحط المواد اللي انا عايزها وبفردها كمان، فبالتالي هي هتخش لان هو سهل لي فتح قنوات صغيره تدخل لي المواد اللي انا عايزها.
اما اجي ابتدي اشتغل في الخد هغير الدبس بتاعي من هنا بحيث ان انا يبقى الدبس اعمق شويه. بنكمل دايما زي ما قلت لكم كل منطقه هيبقى ليها الدبس بتاعها. لو هشتغل على الانف دلوقتي هيبقى الدبس مختلف، يعني هنا انا اشتغلت تقريبا نص ملي، هنا واحد ملي في التنشيط. لو محتاج ان انا بعالج سكار او اثر جرح لا هشتغل حوالي واحد ونص ملي لحد 2 ملي. اهم حاجه ان انا في جلسه النضاره ديت ان انا بعد ما بخلص هو بنلاقي فيه زي ما انتم شايفين سيمة او لون احمر خفيف، ده ما ده مطلوب لان انا زي ما بيقولوا كده بنورد الوش، بيقعد تقريبا معانا حوالي ساعتين ولا حاجه وبعد كده خلاص مفيش اي مشكله عندنا تقدر ان هي تتعامل. المواد اللي انا حاططها بحاول ان انا اطلب منها ان هي تسيبها اطول وقت ممكن علشان خاطر ان هي تستفيد بيها اكبر استفاده، كاني بحطها زي ماسك على وشها. زي ما دايما بنوعدكم جلسات لايف تشوفوها عشان تبقوا عارفين لما تروحوا تعملوا الإيجار الطبي ايه الخطوات اللي انتوا المفروض تعملوها. جلسات لايف دايما علشان الإيجار الطبي تكونوا دايما انتوا بتشوفوه. زي ما حضرتك اشتغل باكتر من دبس، لما ضفنا مواد على حسب كل حاجه، كان عندها شويه بقع حطينا مواد للتفتيح، كان عندها عايزه تعمل نضاره ابتدينا نحط لها المواد بتاعه التنشيط بتاعه النضاره. لازم نبقى عارفين ان كل حاله وليها الاجراء الملائم ليها، يعني هنعمل جلسه ديرما بين يبقى احنا ديرما بين دوت هنحط حاجه معاه ولا لا. انا اخيرا بس حابب اوريكم شكل جهاز الديرما بين قدامكم لايف اهوت. انا بقدر اتحكم في الدبس عن طريق البكره ديت، الموضوع بسيط خالص وسهل جدا بالنسبه لنا ان احنا نعمله. اجراء بسيط ولكن مفيد جدا. هنطلع فاصل وتابعوني تاني. هذا البرنامج برعاية النهار إيل قناة أونلاين. لا ده احنا عندنا عيد بقى معانا ولا ايه؟ يلا اقوى البرامج. كنت جاي النهارده اقول لكم خبر بمليون بوسه. عايزين تعرفوا وصلنا لايه؟ 1 2 3 هوب. اقوى المسلسلات اقعدي واتفرجي حصريا في اي وقت واي مكان ما تيجوا نشوف. كنا بنقول ايه؟ هتشوف اللي نفسك فيه ازاي؟ معرفش. ما تدوق وتحكم يا معلمة. نقدر نقول اللي فات حماده اللي جاي حماده تاني خالص. على النهار ايه؟ الله يقول لك حلاق شاط كوره جت في المقص. سوبر ميرو ان اور تشانل. نسمع زغروطه حلوه؟ هيتفاجئ. هو ده المطلوب. هاتي بقسماط يا بت والاسطوره ما بتنتهيش هنا. خلاص الرساله وصلت. النهار ايه في اي وصل؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زال الكلام مستمر. جلسات النضاره، وزي ما ذكرت لحضراتكم في الفقره اللي فاتت ان من ضمن جلسات النضاره اللي ممكن احنا نعملها وهي جلسات التقشير. انا بس حابب اكد على حاجه، يعني ايه جلسات تقشير؟ يعني انا عندي طبقه سطحيه هبتدي اشيلها فبالتالي هنشط برضو تكوين طبقه الكولاجين. وفي الحقيقه جلسات التقشير ديت بتتم باكتر من طريقه. في عندي التقشير الميكانيكي ده بنستخدم فيه كريستالز بنسميها ديرما بريجن.
في عندي التقشير الضوئي زي استخدام الليزر زي ما قلتكم قبل كده في جهاز الكيو سويتشد وجهاز الفراكشن ليزر. في عندي التقشير الكيميائي وهو ان انا هشتغل بمواد كيماويه علشان تبتدي ان هي تشلي الطبقه السطحيه. فممكن يكون التقشير الكيميائي دوت ممكن يكون سطحي او ممكن يكون متوسط او عميق، وحاليا ما عادش في حد بيعمل تقشير عميق. التقشير الكيميائي دوت المواد اللي احنا هنشتغل بيها بتبقى في الاغلبيه مستخلصه من الفواكه او من اللبن. وبمناسبه استخدام اللبن، في حد فيكم يتذكر كان في حاجه اسمها حمام كليوباترا زمان؟ كانت الملكه كليوباترا دايما بتتمتع بجمالها الشديد قوي، وده لان هي كانت بتنزل في حمام من اللبن، وكانت وهي طبعا ما كانش معروف هو ايه كان سبب اللبن، لكن بعد كده اكتشفوا ان اللبن بيحتوي على ماده اللاكتيك اسيد، وده من ضمن المواد اللي بتستخدم في التقشير حاليا. فده كان من الحاجات الاستخدامات اللي كان من ايام الفراعنه كان بدا عندهم يعملوا موضوع التقشير ده للنضاره واعاده الجمال. التقشير بيفيدنا في علاجات كتير قوي، اقدر اعمل بيه نضاره، اقدر اعالج بيه حب الشباب، اقدر اشيل بيه تصبغات، اقدر ان انا ابتدي استخدمه في علاج اثار حب الشباب. يمكن برضو موجود معانا فيديو بوريكم حاله احنا بنعمل فيها جلسه التقشير قدامكم على الهواء علشان تشوفوا الاستفاده بتاعتها عامله ازاي وازاي الاجراء الطبي ده بيتم. لكن قبل ما نطلع ونشوف الفيديو عايز اقول لكم ان المسمى بتاع التقشير الكيميائي اختلف دلوقتي، بقينا بنشتغل بحاجه اسمها الكولد بيل او التقشير البارد. مش هنستخدم سوليوشن ويعمل تقشير جامد قوي، لا، الكولد بيل بمنتهى البساطه ان انا المواد بتاعه التقشير ديت هحطها بتركيزات قليله شويه، ولكن بفكره ان انا تكنولوجي هتخش تعمل لي الاجراء اللي انا عايزه من غير ما يبقى فيها التهاب شديد. تمام؟ فانا بالنسبه لي دلوقتي نقدر ان احنا نستخدم الكولد بيل بدلا من المحاليل بتاعه التقشير العاديه، فبقى الموضوع مختلف، بقى فيه تطور دلوقتي، والكولد بيل متقسم على حسب كل نوع، على حسب انا هستخدمه مثلا للنضاره، لا ده انا محتاجه علشان خاطر ان انا اعالج حب شباب، لا ده انا محتاجه علشان ان انا اعالج تصبغات، فهيبقى مختلف عندي من حد للتاني، والنوع ذات نفسه اللي هنشتغل بيه. الكولد بيل بمنتهى البساطه وسريعا كده ان احنا هنحط على وشها بنفرد زي كريم او ماسك وبنسيبه لوقت معين على حسب المنطقه اللي هنحطه فيها وعلى حسب المكان اللي هنشتغل فيه. ده مهم جدا بالنسبه لنا. خلونا بس نشوف الفيديو كده ونشوف التحضير اصلا بتاع الكولد بيل لجلسه لايف برضو عشانكم تبقوا شايفين احنا بنعمل حضرتكم على التقشير. النهارده عايز اوريكم حاله هنبتدي نستخدم فيها تقنيه التقشير البارد. التقشير البارد هنا احنا هنستخدمه لاكثر من سبب. اولا الحاله اللي معانا موجود عندها حبوب حب شباب، موجود عندي ظاهره اهوت، موجود عندي اثر لحب الشباب، في عندي تصبغات موجوده في الوش. فكان اسلم اختيار ليها وافضل اختيار ليها ان احنا هنعمل الكولد بيل او التقشير البارد. التقشير البارد على فكره اجراء بسيط جدا، ولكن كل حاله وليها الاختيار بتاعها، وهي هتشوفوا ان في فرق. حتى يعني انا دلوقتي لما هبتدي اشتغل هيبقى في عدد الطبقات اللي هتتحط على الاماكن اللي فيها الحبوب اكتر، والكميه هتبقى اكتر. ليه؟ لان انا ببقى محتاج هنا ان انا ازود في التقشير في المنطقه ديت اكتر من الباقيين. تمام؟ طبعا احنا رقم واحد زي ما بنأكد دايما لازم التطهير الكويس، تحضير الحالة بشكل كويس. بتأكد دايما ان انا الحالة تكون متحضرة كويس، التطهير بتاعها بشكل كويس. لما بنيجي نشتغل في التقشير في انواع ينفع نشتغل ليها جنب الفم، في انواع لا، في انواع ينفع للحبوب وللتصبغات وانواع لا، كل نوع وله التقشير البارد اللي احنا هنشتغل بيه. لازم اتاكد دايما ان انا عملت عمليه التطهير بشكل كويس، حضرت الحاله بتاعتي بشكل كويس. بعض الحالات بنبقى محتاجين ان احنا
لا مش هنعمل لها الجلسه النهارده، لا احنا هنديكي علاج تمشي عليه عشان العلاج ده هيحضر لي الحياه، بالاضافه ان هيبقى فيه علاجات هنستمر عليها بعد الجلسه وهشرح لكم دلوقتي. انا بعد ما اتاكد ان كل حاجه خلاص ما بقاش في عندي اي اثر لاي بواقي موجوده عندي، وخاصه ان البشره عندي هنا بشره دهنيه، وده من العلاجات اللي هتبتدي تقلل لي افراز الدهون في البشره دي. بعد ما اتاكد ان هي خلاص نضفتها بشكل كافي اقدر ان انا ابتدي اعمل الجلسه. تقشير، نوع التقشير البارد اللي انا هستخدمه هنا مقسوم على جزئين، حاجه اسمها البري بير او ما قبل التقشير، ده بيبقى سوليوشن بيبقى جاي معاه هو جاهز تبع الكولد بير اللي انا هشتغل بيه. البري بير اللي انا هشتغل بيه دوت هنا انا هبتدي احضر بيه، بحطه وبسيبه حوالي من دقيقتين لثلاثه، وبعد كده ببتدي ان انا احط الكولد بير الاساسي. تمام؟ طبعا لو البشره اللي قدامي بشره حساسه هستغنى عن البري بير، لو هشتغل مثلا تحت العين لا يبقى انا ممكن اشتغل بدون البري بير، او في نوع تاني ممكن اشتغل بيه. فكل حاله وليها وضعها. بنحط نقط بسيطة خالص منه، نفتي نفادها بشكل كويس والتوزيع بتاعها يكون متوازن. احنا دلوقتي يعني الفيديو هيكمل عشان تشوفوا ان احنا هنبتدي نحط السوليوشن او البري بيل اللي هنبتدي نكمل بيه. البري بيل دوت بنحطه علشان يبتدي يحضر البشرة، هو بيبقى كل كت او كل نوع موجود معاه البري بيل بتاعه او اذا كنا احنا محتاجينه. انا دلوقتي بفرد البري بيل وبتاكد ان انا حطيت الطبقه الكافيه. الطبقه الكافيه يعني في اماكن هنبقى محتاجين فيها نزود الكميه شويه، وفي اماكن لا، في اماكن هيبقى فيها الحبوب فانا هبتدي اعيد عليها تاني في البري بيل. بعد ما بنحط البري بيل او بنحط السوليوشن دوت ويبقى خلاص اتاكدنا ان هو نشف، بياخد تقريبا حوالي دقيقتين ولا حاجه، ببتدي بعد كده ابتدي افرد الكولد بيل بتاعي. الكولد بيل بيبقى المكون بتاعه هي المواد بتاعه التقشير اللي انا عايزها، ولكن بتركيزات اقل زي ما قلت لحضراتكم. الفكره كلها ان هو متصنع بفكره النانو تكنولوجي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا بدل ما اوصل لماده زي ماده السلسلك اسيد ان انا احط التركيز بتاعها 30%، لا انا احط التركيز بتاعها 10% بس، ولكن ال 10% ديت هتخش لحد الطبقه اللي انا عايزها تعمل الافكت اللي انا عايزه بدون ما تعمل لي اي مشكله، بدون ما تسبب لي اي مشكله تانية. فبالتالي بقى الكولد بيل اسهل. ده مش كده وبس، الموضوع هي ما بتحسش باي حرقان ولا اي حاجه، حتى لو انتوا ركزتوا هتلاقي ملامحها ثابته جدا، ما فيش اي مشكله. بنفرد الكولد بيل على وشها بعد ما بنخلص الجلسه، وهي تقريبا بيبقى ما فيش اي حاجه ظاهره عندها، بيبقى وشها طالعه طبيعي جدا. بتروح البيت، بقول لها بقى على حسب، لو هي مثلا كانت تصبغات اقول لها حضرتك هتغسلي وشك بعد 5 ساعات، لا ده كان في عندنا حب شباب محتاجين ان هو يتغسل بعد 7 ساعات. تمام؟ كل مكان وهيبقى له الوقت بتاعه اللي هنسيب فيه الكولد بيل. هتبتدي ان هي في علاج مكتوب لها بيبقى عباره عن كريمات ترطيب بس في اول 3 او 4 ايام، وبقول لها حضرتك بعد 3 او 4 ايام او في خلال ال 3 او 4 ايام دولت هتلاحظي ان انت وشك هيبتدي يقشر كانك كنت في المصيف بدون ما يبقى فيه تصبغ جامد عندنا، لان بعض انواع التقشير الكيميائيه القديمه كنا بنلاقي فيه طبقه قشره كبيره قوي وبيبقى لونها غامق وبعد كده تتشقق والطبقه تقع، لا ده مش هيحصل فيه الكلام ده. ده هيحصل حمار خفيف بعد كده يبتدي يتكون عند القشره، القشره ممكن تتراوح ما بين ان هي تبقى وبره خفيفه او تبقى قشره سميكه على حسب المنطقه وعلى حسب نوع البشره، كل ما كانت البشره دهنيه كل ما كانت القشره بتاعتها بتبقى اخف شويه. لازم ناخد بالنا قوي من التعليمات اللي الدكتور بيقولها لنا بعد الجلسه، يعني حضرتك ما تحاوليش انك انت تشيل القشره، ده مهم جدا بالنسبه لنا. نحاول ان احنا في اول 3 او 4 ايام عشان الجلد اللي طالع ده بنسميه جلد النضر لسه جديد، ما نتعرضش لمصدر حراره بشكل مباشر، ولازم نحط واقي الشمس بتاعنا ونمشي على التعليمات اللي الدكتور بيقولها، وبعد كده بنبتدي نراجع لو محتاجين ان احنا نعمل الجلسه ديت يبقى بعد 2 او 3 على حسب كل حاله. من الحاجات اللطيفه جدا في الكولد بيل هي الاماكن اللي اقدر اشتغل بيه. انا اقدر اشتغل في الكولد بيل، اقدر اشتغل بيه في الوش كله،
اقدر اشتغل بيه للشفايف، اقدر اشتغل بيه تحت العين، اقدر استخدمه في المناطق الحساسة البكيني والاندر ارم، اقدر ان انا اشتغل بيه في الركب والكوعين، فمفيش اي مشكلة فيه، بيبقى مور سيف. ولكن على حسب وصف الدكتور، تمام؟ لازم ان احنا دايما نكون واحنا بنعمل الحاجة نكون بنمشي بوصف الطبيب بشكل مهم جدا. انا سعدت بحضراتكم جدا، اتمنى ان انا كنت قدرت افيدكم. ان شاء الله انتظروني يوم السبت القادم في حلقة جديدة من ازاي الصحة. اشوفكم قريب. هذا البرنامج برعاية